وبالتفصيل فيما يخص الحالات المؤكدة، تم تسجيل 192 حالة جديدة، يصبح العدد الإجمالي 6821 حالة. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، تجدر الإشارة إلى أن 17 ولاية لم تسجل أي حالة، 21 سجلت ما بين حالة وخمس حالات، و10 سجلت أكثر من خمس حالات. ولاية الجزائر العاصمة البليدة، عين دفلة، تلمسان وبجاية سجلت أكبر عدد الحالات خلال 24 ساعة الماضية. الأشخاص البالغين من العمر ما بين 25 و60 سنة يمثلون 57% من مجموع الحالات. فيما يخص الوفيات، تم تسجيل 6 وفيات جديدة رحمهم الله، حالتين بالجزائر العاصمة وحالة واحدة بكل من قسنطينة، سيدي بلعباس، سطيف والمدية. بهذا يصبح العدد الإجمالي للوفيات 542، علما أن 67% من الوفيات تخص فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق. فيما يخص الحالات التي استفادت من العلاج، عددها 11472. وفيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء، عددها 3409، منها 138 تمثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية. فيما يخص الاستشفاء، 20 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة.